يعطيكم العافية. هسا بخصوص يعني صراحة الموضوع اللي انت طرحته موضوع يعني شوف، ممكن ناس توقف ضدنا وممكن ناس توقف معانا، لكن احنا زي ما حكينا قبل بالريكوردز اللي قبل كانوا، انه احنا ما بنستعمل العاطفة فوق العقل. يعني هسا خلينا نبلش بباسم يوسف بتاريخه ونرجع، يعني نرجع من التاريخ لحد ما وصل لعند الموضوع اللي هو صار مع بيرس في ال خلينا نحكي في اللقاء على التلفزيون. هسا باسم يوسف زي ما الكل عارف انه هو جراح اصلا بالاساس، هو طبيب جراح واتوقع جراح قلب حتى هو. بلش في برنامج انشهر بمصر، اتوقع اسمه البرنامج كان، وانشهر شهرة قوية بمصر. يعني صار برنامج يعني معروف، وضعك انت ذكرته طبعا يعني. وطبعا هو شو اللي خلاه يوصل انه نقل او خلاه يبلش بالستاند اب كوميدي وانتقل للغرب اكثر؟ بس كان يعني انتو عارفين الاودينس تبعه هو الاودينس العربي على الاغلب يعني. فهو طبعا انتقل ل LA وعايش هناك وكل اشي، بس شو اللي خلاه ينتقل ل LA؟ هلا هو انتو عارفين وصارت عنده من ايام مرسي، صار في عنده زي ما تقول الحكومة ما حبت الكونتنت اللي بيعمله، لانه هو بني ادم جريء شوي، او البني ادم اللي يعني كيف احكي لك، اللي مش فارقه معه حدا. يعني كيف اسلوب محمد الدره اذا حدا بيعرفه، اللي هو اللاعب كمال الاجسام المصري اللي عايش بكندا، تقريبا نفس الاسلوب. بس يعني هذا اشي وهذا اشي، طبعا الاثنين صحبه مع بعض عشان تكونوا بالصوره. محمد الدره دربه لباسم يوسف كبادي بيلدينج، فهم نفس الاسلوب، اللي هو الاسلوب اللي ما بخاف من حدا، اللي الكلام اللي على لسانه عادي بحكيه، يعني ما بخبي بقلبه ولا يعني ما بحط واطي لحدا. فهذا الحكي يعني هسه في ناس تقبله وفي ناس بتحبه وفي ناس يقول لك لا شو هذا الحكي وما بصير ومش ما بصير، وانت طبيب ومش طبيب ما بصير تحكي هيك حكي. لكن ثقافته او خلينا نحكي عقليته لباسم يوسف هي هاي، يعني انه انا هيك هيك شخصيتي، هيك عقليتي، هيك طريقتي في الكلام، حب لك حب لك ما حب لك ما تسمعني. لكن اللي صار مع باسم يوسف انه تم اتهامه انه هو بسب الاسلام، وتم اتهامه انه هو بحرض الناس، خلينا نحكي على الحكومة، يعني هو اكثر شيء اللي تم اتهامه فيه. بس هو ممكن يعني زي ما تقوله هو بيعمل ستاند اب كوميدي بالاخر، هو بكون بتخوت يعني بمزح برمي له افيه هيك هون على الحكومة اشي، اعتبروها انه هي تحريض على الحكومة. ف يعني هذا ملخص اللي صار معاه بمصر. فهذا اضطر، وطبعا هو انمسك وكنه بعد 24 ساعة فكوه يعني وروحوه وسحب حاله طبعا هو من كثر المشاكل والتهديدات، لأنه جاء تهديد بالقتل والتهديدات، سحب حاله وطلع من مصر. طبعا وين راح؟ راح على البلد اللي هي مرته مولودة فيها، يعني مرته هي مولودة بأمريكا، معها جواز أمريكي لكن هي فلسطينية. فانتقل هو لإيه، هو وبنته ومرته هالة دياب، وعاشوا هناك. هلا هو كباسم يوسف تمام ترك الطب وركز حياته، او خلى يعني المين كارير تبعته اللي هي اليوتيوب. ويعني ما بحكي لك انه ما نجح فيها، ونجح فيها نجاح باهر تمام. لكن اذا بتلاحظ هو مش مركز على ستاند اب كوميدي ك شيء اساسي بحياته، تلاقيه بده يدخل بكل شيء، في كل مجال بده يدخل، يعني في كل زي ما تقول وين ما كان برمي سنارة، وين ما تيجي معه تيجي. يعني هو اوكي بيعمل شوز باريزونا، LA، فيغاس، بيعمل شوز يعني. وطبعا عشان تكونوا بالصورة، بعد لقائه مع بيرس مورغان باع كل التيكتات اللي كانت في اريزونا اللي هي بعد اللقاء تبعه. هذا دليل يعني
إشي أنا ما بدي يعني ما بدي أنتقده بإشي سيء، لكن هذا إشي يعني يعتبر فاده لقاومة بيرس مورغان. أنا ما بقول لك إنه هذا بني آدم ممكن مش واقف مع القضية الفلسطينية أو وتظهر ممكن الناس تفهم، لا أنا بحكي إنه شو فادته هذا الإشي، وراح أطرح له كمان شوي. فهلا هو بني آدم عاش خلص يعني هو مين اللي عايش بيو أس، والشوز كلها أغلبها بعملها خارج مصر، يعني مصر أتوقع هو ممنوع يدخلها أو ممكن مهدد يعني، لأنه ما يعني ما شفت له شوز من 2014 في مصر يعني. فهلا باسم يوسف، خلينا نحكي نلخص كل الحكي، باسم يوسف هو عبارة عن طبيب أوكي وكوميدي وليس سياسي. باسم يوسف شخص غير سياسي اوكي، ولا بعمره بحياته تدخل بسياسة، لكن كان يدخل الكوميديا بالسياسة اوكي. يعني لما ينتقد خلينا نحكي اخوان او خلينا نحكي نظام الحكم في مصر بطريقة كوميدية، هي زي ما اي حدا اي ستاند اب كوميدي اي ستاند اب كوميدي شو بتلاقيه الا ينتقد مثلا الحكومة، عادي شيء طبيعي. مثلا طلع على اغلب الستاند اب كوميديانز اللي برا بنتقد حكومات مش حكومة، ما حدا بيحكي معه لانه في حريه تعبير الراي اوكي. لكن احنا شوي عندنا حريه تعبير الراي لها سقف، فانت ما بتقدر تنتقد حكومه لانه هذا الحكي ممكن هم بيعتبروه ممكن تحرض شعب انت على الحكومه، وهذا إشي يعني احنا كلنا شايفينه وكلنا شايفين تاثيره على الشعب، واحنا شعبنا زي ما تقول واقف على شعره، مشان الله بدنا حدا بس يهوي لنا، فما بزبط هذا الحكي يعني في بلادنا العربيه بشكل عام بشكل عام يعني. هلا بس بالنسبة لاختيار باسم يوسف كشخص يحكي في السياسة، هسا شوف يعني باسم يوسف هو الشخص يعني ما بزبط بالمرة انه يحكي بالسياسة، لان اول شيء خلينا نحكي الكلمة الاصح انه هو رجل غير مخضرم بالسياسة او هو رجل غير سياسي، فهو رجل بغض النظر شو بيحكي عن السياسة فهي اراءه الشخصية، وهو لا يفقه شيء له اولاد له دار السياسة، لا هو خلينا نحكي رجل تعمق في السياسة ولا إله دخل ولا إله يد في السياسة، فما بزبط هو رجل يعني يحكي السياسة. لكن كلنا عارفين ما بدأ العاطفة تمسكنا أو تتغلب علينا، كلنا عارفين إن هي يعني هو رجل أبدى رأيه، لكن كل هالموضوع برأيي الشخصي كانت عبارة عن زيادة شعبية سواء لبيرز أو بغض النظر بيرز مشهور أو لا، لكن هي زيادة شعبية لبيرز وزيادة شعبية لباسم يوسف. يعني هلأ اللي صار ليش بيرز اختار باسم يوسف، على فكرة الموضوع هو مش موضوع بيرز والله اختار باسم يوسف من بين مليار، هو موضوع صار على تويتر، صارت تويتة بتويتة جابت كومنتس وريتويتس عالي جدا، فراح بيرز قرر يحكي مع باسم يوسف، مع انه بيرز عامل بلوك لباسم يوسف بسبب نقاش صار قبل بجانيوري أو فبروري، صار نقاش في بينهم بيرز عمل بلوك لباسم يوسف، لكن بعد ما باسم يوسف عمل ريتويت على الموضوع القضية الفلسطينية فشاف بيرز إنه في 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 اتنشن كثير على الموضوع، راح حكى معاه مكالمة، مع إنه بيرز كان داعم للقضية ب 100% لا سوري كان داعم للكيان 100% بشكل مش يعني مش مستعد يسمع ما شيء اللي قدامه. فباسم يوسف سوري فبيرز لما عمل اللقاء الاول مع باسم يوسف مبينه كان بيهاجم فيه وما يعني مش راضي يعطيه مجال، حتى هي كانت خلينا نحكي مقابله غير عادله، لانه كان بيرز شايف الامبريشنز تاعت باسم يوسف، لكن باسم يوسف لا شايف امبريشنز ولا شايف اشي، هو حاط سماعه بدانه ومايك وقاعد بيحكي، فهذا صراحة ما بيخلق full conversation إنه الاثنين يشوفوا الـ impressions تعون بعض. طبعاً الـ impressions كثير بتساعد في الـ debates الطويلة يعني. فكان كان الموضوع شوي مستفز من جهة بيرز، إنه يعني أنت بيرز بحاول يوجه شخص غير سياسي لكنه عشانه عربي يوجهه في 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 حكي كان بده بيرز باسم يحكي. هسا ما بزبط بيرز يحكي او ما بزبط مثلا انه باسم يوسف كواحد او فخمه بيرز انه هذا شخص بيمثل العرب، يعني بالطريقه اللي فخمه فيها انه
باسم يوسف هو شخص عربي و و و و وصار يعني انه هذا الشخص بيمثل عرب، هو لا يمثل عرب، هو يمثل نفسه في ارائه، تمام. واذا بتلاحظوا في اللقاء الاولاني كان بيرس بيساله سؤال وكرره بالمقابله الثانيه، واللي هو اذا انت مثلا رئيس دوله الاحتلال شو بكون ردك في حاله صار معك احداث 7 اكتوبر. ساله اكثر من مره، وطبعا اذا بتلاحظوا هذا السؤال بيرز بني ادم ذكي جدا، يعني هو مذيع خلينا نحكي مخضرم، يعني حرفيا من مذيعين اللي واحد بيخاف يرد على سؤال بدون ما يفكر فيه، لانه في كثير اسئله بتكون ملغومه، هو بس بدي يوقع اللي قدامه. طبعا باسم يوسف انسان ذكي جدا يا جماعه الخير، يعني اوكي هو غير محنك سياسيا لكنه ذكي جدا جدا جدا. إجاباته كانت جيدة صراحة، وكان إجابه أنه لو في حال حدا أخذ بيتك أنت شو بكون ردك، يعني تهرب من السؤال بسؤال ثاني، فهذا إشي جيد عشان ما يحط نقطة لحاله. لكن بيرز ضلوا وراء ضلوا وراء ضلوا وراء عبلا يخليه سب اللي هي المقاومة في 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 غزة. أوكي هسا أنا أوكي باسم يوسف سب المقاومة، لكن هو كان بده يوصل رسالة، اوكي انه انت بتحكي لي كذا كذا كذا، طب هيك هيك للمقاومه، انا بحكي طب الضفه فيش فيها مقاومه، وصار يشرح انه الضفه فيش فيها مقاومه، وبنفس الوقت تم الاعتداء على الناس، وفي عندك جرائم قتل، في عندك جرائم اعتداء سجن والقصص هاي. فهو صراحه اوكي انه غير سياسي وغير محنك سياسيا، لكنه ذكي جدا بالردود اللي كان يردها. هلا تأكيدا لكلامك، ليش اختار او ليش اختار، مش تأكيدا لكلامك يعني انه تأكيدا للحكي انه ليش اختار باسم يوسف، اذا بتلاحظ انه رجع عمل معاه مقابلة ثاني مرة. المقابلة الثانية شو سببها؟ المقابلة الثانية انه بيرز نفسه حكى اوكي انه هاي المقابلة كانت اعلى فيوز لبيرز خلال فترة جدا طويلة. فتخيل انه المقابله خلال كم من ساعه او خلينا نحكي يوم جابت تقريبا 15 مليون فيو. فانت تخيل معي انه الموضوع قديش اعطى بيرز اتنشن انه يركز على باسم يوسف. صفى الموضوع مش موضوع قضيه ولا موضوع كيان، هو موضوع شهره وكسب مال بالنسبة لبيرز أنا بدي أحكي تجارة في القضية، سواء كيان صهيوني أو قضية فلسطينية، بالآخر كل واحد بدور على مصالحه. فبيرز استغل الموضوع هذا، شاف اللي في عنده جمهور خلينا نحكي جمهور الغربي، وشاف إنه الجمهور العربي دخل عليه عشان يسمع مقابلة باسم يوسف كممثل الجمهور العربي، يعني هيك بنظره. فاستغل النقطة هاي، فراح سافر له كل هالأميال، راح له هو اوكي على LA عشان يعمل معاه المقابله في المسرح اللي بيعمل فيه باسم يوسف. فهذا دليل انه مش اهميه باسم يوسف، لكن هي بحث على الشهره او بحث على مور فيوز اوكي لبيرز. هو الموضوع كله اوكي صفت مصلحه مشتركه. ليش مصلحه مشتركه؟ انا هسه راح اوضح. هلا لما باسم يوسف ركز على موضوع المقابلة الثانية، باسم يوسف برضو طلبها انه انا بدي مقابلة ثانية معك تكون فير، انه فيس تو فيس. ف يعني انا ممكن هلا يكون باسم يوسف انه اوكي جد هو واقف مع القضية ومرته فلسطينية والحكي هذا، وحتى الدرس اللي لبسه او خلينا نحكي الجاكيت اللي لبسه كان بيمثل شوي التراث العربي، فا اوكي هي فكره حلوه. فهسه اوكي اوكي واقف مع القضيه الفلسطينيه، بس بنفس الوقت فيها منفعه نفسيه منفعه شخصيه له. كيف يعني منفعه شخصيه؟ يعني انا ذكرتها قبل شوي، باسم يوسف كان عنده شو ما وقفوا عشان القضيه، تمام. كان عنده شو باريزونا ورايح عمله، والتيكتس كلها كامله انباعت. دليل شو؟ دليل انه هو زلمه استفاد من القضيه، تمام. اوكي هو واقف مع القضيه لكن ما وقف الشو تبعه. هنرجع على النقطه اللي حكيناها انه ما فيش حدا بوقف البزنس تبعه بلا بلا بلا، بس لكن هذا الشخص استفاد من القضيه انه الناس عرفوه، خصوصا الجمهور العربي اللي عايش برا استفاد من هذه القضيه. هو نفسه حكى انه انا ما ذكرت القضيه الفلسطينيه في الشو تبعي،
تمام، ولا جبت سيرتها انه كان الشو تبعك، بس انت اوكي نفسه اعترف انه كانوا الناس اللي جايين متوقعين يحكي عن القضية. دليل شو؟ دليل انه بعد التكت سبعته انعمل له دعاية انه هو بيمثل القضية الفلسطينية، لكنه هو ما مثل لغير نفسه، وقف مع القضية الفلسطينية وليس ممثل لها، تمام. فاستفاد هسبيرز لما يسافر كل هاي المسافات الأميال هاي كلها عشان يقابل باسم يوسف، صفت هي مصلحة شخصية. فحتى لو تتبعوا على حدة اللقاء اللي كان بينهم المرة الثانية، مش زي حدة اللقاء اللي كانت المرة الأولى، مع أنه بيرز وباسم يوسف في بينهم مشاكل كانت، وبيرز عامل بلوك على تويتر لباسم يوسف، دليل أنه في بينهم مشاكل من قبل. لكن سبحان الله لما يصير في مصلحة مشتركة اجتمعوا الاثنين وزي السمن على العسل، فصفى الموضوع مصلحة مشتركة بينهم الاثنين، واستفادوا من هذا الحكي وجابت فيوز عالية وزادت شعبية باسم يوسف للجمهور العربي. فهلا يعني باسم يوسف ماديا، انا بحكي لك اياها، باسم يوسف ماديا ما في ما في ايفنت حيعمله ب بيو اس او واتيفر وين المكان هيكون الا التيكت ستاته كلها هتنباع عليه، لانه كل اللي واقف مع القضيه الفلسطينيه هيروح يحضر الشوز تبعه على اساس انه هو رجل منا وفينا وداعم القضيه. لكن اوكي هو وقف مع القضيه ماشي، بس انت لما تروح الشو تبعه هو ما هي جيب سيره القضيه، هو بالاخر هيعمل السكريبت اللي هو اوريدي حافظه على كل شو بيعمله، هيجي يعمله قدامك، هو بالاخر باع التيكتس ويعني كل موضوع صفى لجيبته. فهسه هو ذكي جدا، استفاد من القضيه وبنفس الوقت وقف مع القضيه. فانا صراحه يعني بحييه اوكي، بس ان شاء الله انه يكون الانتنشن تبعه مش انتنشن كاذب، بس هو عشان بس انه يكسب شهره.